هذا أسوأ عام مر علينا بحياتنا كلهيتها، أسوأ عام يعني في الأكل في الشرب في كل حاجة. بحسرة بالغة يصف اللاجئ عبد الكريم بهادر واقعه المعيشي القاسي، حيث يسكن في بيت ضيق ومعه أبناؤه المتزوجون وأحفاده. ضاقت الظروف بهؤلاء فلم يعد باستطاعتهم توفير الطعام والشراب كل يوم، وتراكمت عليهم الديون ويخشون من دوام هذا الحال. أنا مصطرين، إحنا الحمد لله مصطرين في البيت، يعني سترات الحيطان لسترتنا. أما الأكل بالنسبة للأكل والشرب يوم بنقضيه بناكل، يوم بنكلش، يوم بنعمل، والله العظيم ما احنا قادرين نعيش في البلد هذه، فيش لا دخيل ولا في أي حاجة ولا في محتاجة، يوم بناكل ملح يوم بنكلش. يحتفل العالم في هذا اليوم بيوم الغذاء العالمي، لكن في قطاع غزة تطفو على السطح كل العقبات والتحديات، حيث أثبتت الكثير من الدراسات تراجع الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعدم مقدور آلاف الأسر على توفير طعام يومهم ولا مصروف أسرهم في ظل اشتداد الحصار وانعدام فرص العمل وما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية عليهم. كل ذلك أيضا يجعل من الكثير من مقدمي الخدمات والمساعدات يدقون ناقوس الخطر بعدم مقدرتهم على استمرار دعمهم للأسر الفقيرة. تقدم الأونروا حاليا المساعدة الغذائية لجميع اللاجئين الذين يمثلون 70% من سكان قطاع غزة، لذلك تحولنا إلى نظام التوزيع الموحد بسبب زيادة مستوى الفقر بين اللاجئين، لأنه لا يوجد لدينا خيار سوى الذهاب إلى نظام التوزيع الموحد. لكن السؤال هو، هل ستتمكن الأونروا من الاحتفاظ بجميع أنشطتها؟ أنهك سكان القطاع بالكثير من الأزمات التي وقفت سدا منيعا أمام استقرار واقعهم المعيشي والغذائي في وقت لا يلوح في الأفق تغير الواقع للأفضل. يوما بعد يوم تزداد معاناة الأسر الفقيرة في قطاع غزة، والتي في أغلبها تعتمد على المساعدات الخيرية المقدمة لهم من مؤسسات أو من وكالة الأونروا أو وزارة الشؤون الاجتماعية. إن توفرت فهم سيوفرون طعام يومهم، وإن انعدمت فإنهم سيعيشون ظروفا صعبة وقاسية كما هي الآن. محمد الدعور، الغد، غزة، فلسطين.